المواطن اللي بيجي النهارده هنا العالمين الجديده ايه؟ احنا عندنا الاول احنا اكيد حضرتك بتلمس عندنا ده عندنا حاجتين. اول حاجه المواطن اللي بيجي فتره الصيف واكيد العامل اللي شغال على المشروع. انا عندي الاقامه الدائمه. العامل طبعا زي ما قلت لحضرتك هو عنده احساس بقيمه اللي هو بيعمله. صحيح. وهو فخور باللي بيعمله. صحيح. مش عاوز اقول لك ان هو بيقعد يتصوروا على يعني اي حد بيخلص شغل بيتصور وينزلها يعني على صفحته. هو فخور هو بيعمل ايه. انا فخوره وانا بصور الحلقه. ربنا يخليك يا فندم. فانا زي ما بقول لحضرتك كده دي الاقامه الدائمه. يضاف عليها احنا عندنا جامعه العالمين والاكاديميه دول 18 كليه شغالين. فدول عندنا الاقامه الشتويه كمان موجوده بالكامل. فدول الطلبه برضو متواجدين عندنا فتره الشتاء. يضاف عليهم السياحه العربيه بالذات المتواجده طول فتره الصيف. دايما كل موسم لازم يجوا يلاقوا عندنا حاجه جديده, لازم يلاقوا عندنا محور جديد, لازم يلاقوا جزء جديد في التنميه. تم استثمارات طبعا متضخ نتيجه الحركه دي والعائد على الاقتصاد المصري بيرد سريعا. طب انا حابه اتكلم مع حضرتك في نقطه, يعني انا عايزك تشرح لي ازاي العالمين الجديده هتخلي المنطقه يعني شغاله طول السنه مش مجرد 3 شهور في السنه. احنا زي ما قلت حضرتك الاول احنا بدء المدينه كان الفكر ان احنا الاول نغير البيهيفير او السلوك بتاع المواطن والمبدا اللي هو حاطه على منطقه الساحل ان هي بس في الصيف. فاحنا مع بدء الاعمال في الاسكان الاجتماعي والابراج اشتغلنا على جامعه العالمين الاهليه واشتغلنا على الاكاديميه البحريه بحيث ان انا ابدا اجذب بيهم المواطن عندي فتره الشتاء. يعني احنا المرحله الاولى في المدينه على قد ما احنا كنا انترستد بالانفراستراكشر والاسكان الاجتماعي ابتدينا نفكر في انشطه معينه تبدا تجذب المواطن الاول فتره الشتاء اللي هي فيها عزوف من الناس ان هي ما تجيش. ودول اشتغل فيهم 18 كليه وشغالين والمراحل بيتم تباعا كل سنه بنضيف كليات عشان يبقى عندي اقامه دايما فتره الشتاء. في دراسه دائما. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا شغالين دلوقتي في مدينه تراثيه او مدينه الفنون, ودي مدينه متنوعه فيها متحف واوبرا ومسرح روماني ومجمع سليمات. دي المنطقه اللي انا هستهدف بيها كل المهرجانات والاحداث اللي انا هعملها فتره الشتاء عشان اغطي بيها والاحداث العالميه طبعا والاحداث العالميه عشان اغطي بيها فتره الشتاء. صحيح. ويبقى عندي احداث ومهرجانات موجوده فتره الشتاء اغطي بيها العزوف الناس على منطقه الساحل في فتره الشتاء. اضافه الجديد اللي احنا شغالين فيه على قدم وساق اللي هو المحور الصناعي اللي هيخلي لي العماله قائم, يعني هفتح مصنع يبقى ووفرنا كمان مساحات لعمل سكن للعمال كمان عشان يبقوا يقيموا في مدينه العالمين. يبقى انا هنا حضرتك عندي اسكان طلبه واسكان عاملين وغير العاملين في المشروعات بتاعتي غير كمان السياحه كمان الموجوده فتره الصيف. ازاي هنجذب السياحه الخارجيه لمصر للعالمين الجديده؟ بص حضرتك هو انت قلت لي حته حلوه قوي المسرح, يعني احنا نقدر انا عاوز اقول احنا الدعايه عندنا ممكن تكون زي ما حضرتك شايفاها مش قد كده كويسه يعني, لكن الناس هنا الدعايه لو حضرتك دخلت الدعايه على ارض الواقع الموضوع مختلف تماما. صحيح. يعني احنا عندنا مؤتمرات. انا لسه كان عندي وفد من الاعلاميين العرب زاروا المكان صحفيين وعملوا طبعا كل سنه الناس دي بتيجي والناس دي بتيجي ترصد المختلف والزياده. صحيح. فانا مش عايز اقول لحضرتك ان الشغل على الطبيعه اقوى بكتير من اي دعايه واي اعلان.